السلام عليكم. دونك ملي كيوصلنا الايميل الثاني اللي هو فيليسيتاسيون، كنجيو كنشعلو كنتكونيكتاو كنمشيو لبيرسوناليزي لا شين. دونك كنتسناو حتى كيجينا الايميل الثاني، لان انا وقعت لي البارح بقيت نقلب وبرزت كاع الاصدقاء. كنمشي لبارامتر و كنمشي لإيطا دو فونكسيوناليتي دو لا شين، كنكليكي. بطبيعة الحال الفوق راه عندي خضر، كنمشي لمونيتيزاسيون كتكون اكتيفي، اللي هي من قبل كانت ديزاكتيفي كانت بالغوج. كنكليكي على افيشي لي باغامتر، كتعطيني هاد لا فنيتر هادي، وكتكون مكتوبة إيطا دو كونت مونيتيزاسيون اكتيفي. كنمشي جيستيونير دو فيديو باش نمشي ناكتيفي الدولار في شاك فيديو. ومن المستحسن انكم يعني ما تمشيوش اللايفات، ما ديروش ليهم لحقاش، ما شكون اللي غيمشي يرجع ليكم ليهم ويشوفهم؟ حتى واحد. دونك كنمشي هنايا كيف كتشوفوا راه ديزاكتيفي، كاينه واحد لا فلاش حداها كنبرك عليها كتعطيني اكتيفي، كنبرك عليها وكندير انغوجيستري. هنا طالع ليا واحد الاعلان غنحيدو، فوالا انغوجيستري. وكنتسنى شويه لحقاش كتاخد الوقت، وكندير فحال هكا لجميع الفيديوهات. كاينين كيف ما كتشوفوا كاينين اللي كيطلع بالصفر، ماشي مشكل، كيخصنا غير نديرو دوموند ومن بعد كيرجعوها لينا حتى هي بالاخضر، لان ملي كتكون بالاصفر كتكون ما قابلاش للاعلانات، ولكن راه ماشي مشكل. دونك نكمل العمليه لجميع الفيديوهات. والحاجه اللي بغيت نقول لكم، يعني ملي كيوصلنا الميساج الاول بان راه القناه رجعت من المراجعه، بلا ما تزربوا وتمشيو تقلبوا وتخلعوا، تسناو حتى توصل لكم الايميل الثاني اللي فيه فيليسيتاسيون، وغتبعوا هاد الخطوات هذه اللي درت انايا باش تفعلوا الاعلانات على الفيديوهات ديالكم. نتمنى هاد الفيديو هذه تكون كانت براتيك بالنسبه لكم، اللي حقاش انا بصراحه لقيت مشكل في الاول، خصوصا وان جميع الاخوات اللي كيديروا فحال هاد لي فيديو عندهم بالعربيه، وانا انا عندي بالفرنسيه بطبيعه الحال. ففي الاول وحتى الخلعه شويه بنادم تيبقى شويه ديال لو ستريس ديال لا بانيك. ونتمنى لكم كاملين ان شاء الله تفعل لكم القنوات ديالكم وتحققوا داكشي الكامل اللي بغيتوا. إلى اللقاء.